إنما يعطي الإنسان قيمة هو مقدار ما يصنع من خير في حياته. ولأن واجبا في أعناقنا يحتم علينا أن نكون سندا لأهلنا المحتاجين، نقويهم اليوم بكل ما نملك ليستطيعوا لاحقا أن يساعدوا غيرهم. وصلنا في وطن خلال السنوات السابقة بمساعدتكم ل7 ملايين مستفيدة. لا تتوقف عن كونك جزءا في بناء مجتمعنا القوي في مواجهة الظروف الصعبة. بجهدنا معا وبالعمل المشترك نستطيع تجاوز كل ذلك ونساعد في صناعة فرق في حياة من يستحق.